وكالعادة هنبتدي معاكم بأهم وأبرز العناوين. غدا اجتماع مهم للخطيب مع باتريس كارتيرون ويوسف. مجلس إدارة الأهلي يجتمع غدا لمناقشة الميزانية. يوسف استمراري مدير للكرة بيد الإدارة والأهلي يعود أقوى بعد الكبوات. الفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي. محمد يوسف الأهلي يحتاج صالح جمعة والخطيب يحسم أمر انضمامه. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة تونس. باريس سان جيرمان مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.